السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. استشهد نحو 4 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفت مقر إدارة فرع وزارة المالية في عدن. إلى ذلك أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤولية التنظيم عن تفجير السيارة، وقالت إنه تم تفجير السيارة أمام مبنى المالية في منطقة خور مكسر. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي المشهد في عدن بعد سلسلة التفجيرات والاغتيالات الأخيرة؟ وهل تتمكن الأجهزة الأمنية من تطبيع الوضع الأمني؟ في مشهد يبدو أنه الأكثر صعوبة على عدن، تعود التفجيرات والاغتيالات لتعصف بالمحافظة التي لطالما ظلت تبحث عن طريق النجاة من أزمات عديدة لم تتسبب فقط في تغيير الشكل السياسي بالمحافظة، بل كان لها أيضا تبعات كارثية على المشهد الأمني. فبقدر ما أحرزت عدن اللقب الأول في الخروج من دائرة هيمنة تحالف الانقلاب، إلا أنها وبحسب متابعين لم تتمكن من إعادة المشهد الأمني والسياسي إلى طبيعته عبر مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي تسبب في إعادتها إلى مربع الانفلات وعودة نشاط الجماعات الإرهابية، مشكلة واقعها الجديد وسط الانقسام السياسي الذي تعيشه عدن. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. يبدو أن ربيع التفجيرات ونشاط الجماعات الإرهابية مخيم في العاصمة المؤقتة عدن، فالمدينة التي خلدت للنوم على وقع المخاوف تصحو على أصوات التفجيرات قبل أن تشرق الشمس. هذه المرة كان المستهدف مبنى وزارة المالية الواقع في خور مكسر، أما الوسيلة فكانت سيارة ملغومة استهدفت المبنى، والنتيجة مقتل وإصابة 4 من الحراس، بالإضافة إلى تدمير كبير لحق بالمبنى والمباني المجاورة. والمنفذ كالعادة تنظيم الدولة داعش، الذي عادة ما يسارع إلى تبني مثل هكذا عمليات. أما الهدف بحسب مراقبين فهو محاولة لعرقلة عمل الوزارة التي تعكف على إعادة وترتيب الوضع المالي الخاص بمنتسبي السلكي العسكري والمدني، الذين من المفترض أن يتسلموا رواتبهم مع نهاية الشهر الجاري بحسب وعود سابقة للحكومة. وكيل وزارة المالية أكد أن الوثائق المهمة التي بحوزة الوزارة لم تتضرر، علاوة على أن الوزارة لديها نسخ احتياطية تمكنها من استكمال مهامها واستئناف العمل. اللافت في الموضوع هو غياب الجهاز الأمني ورؤسائه بعد أن كان لهم تصريحات سابقة بالقبض على خلايا إرهابية خطرة، إلا أنهم اختفوا مع ازدياد وتيرة التفجيرات الإرهابية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول استفادة تلك الجماعات من الانقسام الأمني والسياسي الواقع في العاصمة المؤقتة، ومدى قدرة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذا النشاط المحموم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الصحفي رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور والسرور لك والجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. مرحبا بك أستاذ فتحي. إلى أين يتجه المشهد في عدن؟ الحقيقة أن الوضع الأمني في مدينة عدن وضع صعب للغاية، وشخصيا أنا أعتقد أن الوضع يتجه نحو حالة من التزييم بين كافة الأطراف المتصارعة داخل عدن اليوم. المشكلة في عدن ليست وليدة اللحظة، والصراع ليس وليد هذا التوقيت حاليا، لكنه صراع ربما يمتد إلى أكثر من عام ونصف أو ربما عامين من اليوم. هناك صراع بين كل الأطراف الموجودة في عدن والتي تتنازع السيطرة، ومؤخرا كل هذه العمليات الإرهابية التي شهدتها المدينة هي إنتاج أن كل الأطراف وصلت إلى مرحلة قالت فيها أو قررت فيها أنها ستلجأ إلى انتهاك العنف والعنف المضاد لتصفية الحسابات. نعم. لا أعتقد ولا أؤمن بأن تنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات
هي من تقف خلف هذه العمليات. هذا أمر لا يصدقه عاقل. هذه التنظيمات تستخدم بشكل عاثي من كل الأطراف، كل طرف يقوم بالتفجير داخل عدن، يصدر بيان باسم داعش أو باسم تنظيم القاعدة، فيما الصحيح أن كل الأطراف المتصارعة التي سيطرت على السلطة في عدن هي المتسبب الرئيسي بما يحدث من عنف واقتتال وتفجيرات داخل المدينة. قلناها مرارا وتكرارا أن المدينة بحاجة إلى حوار سياسي، بحاجة إلى مصالحة سياسية، وبحاجة إلى توافق سياسي بين هذه الأطراف بما يمكنها من خروجها من أزمة. برأيك من يعيق هذه المصالحة السياسية التي تحدث عنها أستاذ فتحي؟ الحقيقة أطراف الحكومة الشرعية والتحالف وكل الأطراف المحلية في عدن هي مسؤولة عما يحدث في المدينة من عبث. ما يعيق التوصل إلى تسوية سياسية إلى توافق هو محاولة كل طرف استيلاء على السلطة في عدن، التحالف من جانب، حكومة الرئيس هادي من جانب، والقوى المحلية من جانب آخر. نحن بحاجة إلى أن كل هذه القوى تجلس على طاولة تفاوض واحدة، أما أن تدير واحدة من هذه القوى مدينة عدن أو أن تشارك كل هذه القوى في إدارة المدينة. في حال ما تمكنت كل هذه القوى من التوصل إلى تسوية سياسية فيما بينها سيتوقف الإرهاب، سيتوقف التغيير، ستتوقف كل الأحداث المأساوية التي تعصف بالمدينة. لكن السؤال الأهم أستاذ فتحي، الصراع سيأتي فوق الناس للأسف الشديد. السؤال الأهم أستاذ فتحي، لماذا لا يلتف الناس في عدن حول الحكومة الشرعية المخولة بتوفير الخدمات، المخولة بحمايتهم، بتوفير الأمن لهم؟ لماذا هذا الانقسام؟ الناس للأسف الشديد هم أساسا ضحايا هذا الصراع كنقطة أولى، وهم منقسمون أساسا. هناك جزء من الناس يؤيد إدارة الرئيس هادي، هنا جزء يؤيد القوى الجنوبية المحلية في المدينة، وهنا جزء ثالث يؤيد التحالف. الناس منقسمون انقسام شديد، وهذا أمر لا يمكن إنكاره بالمطلق. لكن في الأخير الناس يتفقون على أن من سيتولى إدارة المدينة وسيوفر لهم خدمات وسيحاول صرف المرتبات وتطبيق الحياة العامة في عدن سيتبعه الناس. كل جزء من كل طرف من هذه الأطراف يملك جزء من الحقيقة، لكن التعطيل الحاصل لحياة الناس، التعطيل الحاصل للمؤسسات الحكومية، الوصول إلى التفجير داخل المؤسسات الحكومية، مهاجمة المقرات الأمنية، اللجوء بشكل عام، هذا هو مصدر الخطر الحقيقي على عدن. أن تختلف هذه القوى السياسية هذا أمر مسموح به، لكن أن تلجأ هذه القوى السياسية إلى تصفية الحجابات بالقوة السلاح هذا هو الأمر الخطير الذي يجب أن يتوقف فورا. نعم، هل يعقل أستاذ فتحي أن يصل هذا الخلاف حد استهداف مؤسسات الدولة بعمليات إرهابية وسيارات مفخخة، اغتيال الشخصيات السياسية البارزة أو الناشطة أو من قيادات المقاومة في عدن؟ الحقيقة أنه القضية ليست أنه هل يعقل، لكنه فعلا حدث. يعني نحن الآن نتحدث أمام أحداث التي حدثت خلال الثلاثة أيام الماضية، هي حدثت وحان الوقت لا نقول هل يعقل، لا. هل يجب أن يستمر هذا الصراع بصورة المأساوية؟ بالتأكيد لا، والحل أنها كل هذه الأطراف. أما أن تقصد إدارة الرئيس هادي سيطرتها على مدينة عدن وتقوم بواجبها وتقدم نفسها للمواطن العادي وللناس ولكل القوى السياسية باعتبارها قوة سياسية حقيقية تؤدي واجباتها وتفرض احترامها، وأما أن تسلم مدينة عدن للإمارات أو التحالف أو السعودية أو سن أي طرف من أطراف التحالف وتتولى هذه الأطراف إدارة المدينة، أما أن تدار المدينة بهذا العبثي أو بهذا الصراع الدامي وبهذا الخلاف الكبير، فهذا الأمر الذي لا يمكن لأي عاقل أن يقبل. لا يوجد عاقل يقبل أن تتحول المدينة التي كان يظن اليمنيون أنها ربما تكون مخرجا لهم من كل هذا الصراع إلى مدينة تعصب بها كل هذه الخلافات، فهنا الكارثة التي يجب أن تتوقف فورا. الناس هنا في عدن للأسف شديد يعانون معاناة شديدة، وضعهم المعيشي صعب ووضع الخدمات صعب ووضع الأمن أساس المتردي، لكن تأتي الظروف لاحقا لتضيف معاناة جديدة. أنا شخصيا أعتقد
أنه لا يمكن القبول بهذا الأمر، لا يمكن تخيل وضع مدينة مأساوي الذي تعيش عدن عن الحكومة. نعم. أن تقوم بواجبتها أو أن تسلم مهامها لغيرها. نعم. طيب أستاذ فتحي، ابقى معي نشارك معنا في الحديث الناطق الرسمي لمجلس مقاومة عدن سابقا الأستاذ علي الأحمدي. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا بك أستاذ علي. ربما الكثير يتساءل أين اختفى قادة المقاومة، سواء الميدانيين أو القادة الرئيسيين، من ما يحدث الآن في عدن؟ هل تركوا المجال كذا يعني للشارد والوارد حتى تصبح عدن كذا مدينة مفخخة بعد أن كنتم قد حررتموها وأمنتموها؟ أخي الكريم، في البداية نود أن نؤكد أن هدف المقاومة الذي قامت لأجله هو طرد الغزاة المعتدين في مدينة عدن ودحر الانقلاب الذي هو يمثل المشكلة والمعضلة الأساسية التي تواجه عدن وتواجه جميع مناطق اليمن. نعم. أن تأتي ميليشيات تريد تقويض الدولة ومؤسسة الدولة وتحكم البلاد. هذا هو المشروع الأساسي الذي قامت لأجله المقاومة، بكل منطقة بحسب خصوصيتها ويعني تنوعها. الأهم كان هو عودة الشرعية لكي تدير البلاد بهذا الغطاء الرسمي، شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا، الذي تعاطى معها مجلس الأمن ودول التحالف وجاء دول التحالف بطلبها. عند عودة هذه الشرعية تبدأ الحياة بالطبيعية بالعودة والبناء والبناء على مخرجات الحوار وغير ذلك. هذا هدف المقاومة. نعم، أقصد البعض يقول نعم أستاذ علي، هي يعني هذه الأهداف ربما كانت هي فعلا ما قامت، لكن البعض يتحدث عن دوركم الآن، يعني كيف تتابعون ما يحصل الآن في عدن؟ هل أنتم يعني أصبحتم الآن في 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 مكان في موضع يعني المتفرج أو المتابع فقط ولم يعد لكم أي دور؟ طبعا الواقع الآن لا يمكن السؤال بهذه الطريقة، فنحن مر على تحرير عدن أكثر من 2.5 سنين، يعني مرت فيها يعني تقلبات وأحوال، هناك من ضويق من قيادات المقاومة، هناك من تم يعني سجنه، هناك من اغتيل، هناك من خرج من البلاد، هناك من تم استيعابهم في بعض أجهزة الدولة، لكن لا 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 يمكن الحديث الآن عن مقاومة بالشكل الذي يفترض أن يكون الحديث عن عودة مؤسسة الدولة، عودة الحكومة. نعم. عودة مؤسسة الدولة، والمشكلة أن هناك من يمارس الدور الذي قامت به الميليشيات الانقلابية سابقا. نعم. وكأن أنتم حررتم الدولة. نعم، وكأن أنتم حررتم عدن من ميليشيا وسلمت لميليشيا أخرى. طيب أستاذ علي، ربما سؤال مهم جدا، لماذا يتم استهداف كل القيادات التي ضحت من أجل عدن وقاتلت وقادت عملية التحرير، مثل ما تحدث، يا إما اغتيال، يا إما غادر عدن، يا إما تم استيعابه بصورة يعني على استحياء في مناصب غير فاعلة في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وحتى المدنية؟ هناك مشروع بات واضح للعيان، لا يمكن يعني إنكاره أو تجاوزه، أن هناك مشروع فوضى في مدينة عدن، مشروع ألا مشروع، يعني استغلال بعض اللاهثين وراء السلطة، بعض من لهم أطمع، وإيهامهم ببعض المشاريع. ليس الغرض التعاطي مع هذه المشاريع بشراكة أو بمصالح مشتركة تتحقق لهذه الأطراف الخارجية مع الأطراف الموجودة في عدن، لا، إنما القصد والذي بات واضحا للعيان هو إدخال عدن في فوضى ودوامة عنف. أنا لا أرمي الاتهام على طرف معين، أنا أرى أن الأطراف الموجودة في عدن هيئت هذا الجو لهذه العصابات التي تمارس التفجير. أنا لا أظن أن هناك طرف سياسي في عدن يقوم بتفجير سيارات أو القيام بهذه الجرائم الغادرة الجبانة، إنما هو شريك في هذه الجريمة من ناحية ممالأته لهذا المخطط والتماهي مع هذا المخطط التخريبي، بالدعوة لإسقاط الحكومة، الدعوة للفوضى، الدعوة لعدم دمج أجهزة الأمن، وعدم تقديم بديل. يعني المصيبة والكارثة أن من يطالب بهذه المطالب لا يقدم بديل، لا يقدم حلول
يريد فقط إدخال عدن في فوضى لا رؤية ولا مستقبل لها. نحن ندعو جميع الأطراف السياسية في مدينة عدن التي لها مشاريع التي لها أهداف أن تجنب الناس، تجنب الشعب الأضرار والمآسي التي تنتج عن هذه المماحكات وهذه الصراعات. من حق أي طرف أن يتبنى ما يشاء من الآراء السياسية، أن يشكل ما شاء من المكونات والمجالس، لكن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، ليست مسؤولية الحكومة أو الحزام الأمني أو التحالف كل طرف لوحده، هي مسؤولية جمعية، وبالدرجة الأولى وبالدرجة الأساس تقع المسؤولية على أبناء عدن، على المتواجدين في عدن الجنوبيين الذين يهتفون باسم عدن، يتغنون باسم عدن، عليهم جميعا أن يقدموا مصلحة عدن على أي أغراض أو مصالح أخرى. نعم. طيب أستاذ علي ابقى معي، أعود للأستاذ فتحي بن الأزرق من القاهرة. أستاذ فتحي، إذن أنت برأيك يعني هذا الاستهداف المنهج لقيادة المقاومة الشعبية الذين قادوا تحرير عدن، استهدافهم بصورة مباشرة عن طريق الاغتيالات، محاولة إقصائهم، تهميشهم، من يقف وراء هذه العملية؟ ومن المستفيد أن يقصي هؤلاء الذين قدموا كل ما لديهم من أجل عدن وتحرير عدن وكانوا صادقين فعلا؟ الحقيقة أنه لا يمكن توجيه الاتهام لطرف من الأطراف الصراع في عدن وتحميله المسؤولية. نعم. كل الأطراف للحقيقة، وهذا أمر أنا أستطيع أن أقوله وكل جراءة، كل طرف من الأطراف يتحمل جزء من المسؤولية، كل طرف من الأطراف هو مشارك ضمنيا أو رسميا في أعمال التفجير والاغتيالات والانهيار الحاصل في عدن. نعم. الجماعات المتطرفة لم تظهر فجأة وتقوم بالتفجير، لأن أساسا الوضع الأمني هو وضع متهالك خلال السنوات الماضية، السلاح موجود لكن كانت هناك حالة من الطمأنينة أو حالة من الاستقرار الهشة، سببها ليس أن الجهة الأمنية قوية أو ما شابه ذلك، لا، سببها أن الأطراف المتصارعة وصلت إلى مرحلة من التوافق السياسية فيما بينها، واتفقت ضمنيا أنها تتوقف عن استخدام العنف. اختلف الأطراف السياسية مؤخرا، عادت كل الأطراف إلى استخدام، كل طرف يستخدم جماعته المسلحة وخلية اغتياله ويقوم بالتغيير وما إلى ذلك. طيب أستاذ فتحي، نعم، يجب الاعتراف بها أن كل طرف من الأطراف، نعم، يتحمل جزء من المسؤولية، وكل طرف من الأطراف هو جزء مشارك في استقرار المدينة للأسف الشديد، وأيضا مساهم في الفوضى الأمنية. نعم. إذن طيب أستاذ فتحي، تصل المدينة إلى حالة أمنية جيدة يتوافق، نعم، على الأطراف السياسية أولا، نعم، وأخيرا. كما تعلم الحكومة الشرعية ممثلة برئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، هناك تحركات يعني كبيرة في على الأقل في الفترة الأخيرة، تحاول بكل ما تملك وبكل ما لديها من أجل استتباب الوضع، من أجل يعني عودة مؤسسات الدولة بصورتها الطبيعية وأيضا حفظ الأمن. لكن أيضا على الجانب الآخر، إذا تحدثنا عن المجلس الانتقالي الذي يقدم نفسه بأنه هو المسؤول على الجنوب وعن القضية الجنوبية وعن مطالب الانفصال، أين دور المجلس الانتقالي؟ هل هو فقط يعني يظهر عندما يريد احتشاد الناس في أي فعالية ما أو مناسبة ما؟ هو الحقيقة أن الحكومة تقوم بدور قيادي، هذا أمر لا يمكن إنكاره، وفي الأول والأخير الناس أساسا تحتاج إلى حكومة تسير وضع البلد. قد نختلف مع الحكومة، قد نقول أن الحكومة لها كثير من البلد، هذا أمر لا يمكن إنكاره، هناك فساد في الحكومة لا يمكن إنكاره، لكن ما هو البديل لدى الناس لكي نقدمه للناس؟ هل يمكن نقول للناس فليرحل هذه ولترحل الحكومة ثم نترك الناس نحو الفوضى؟ أعتقد شخصيا هذا أمر غير مقبول ولا معقول. فليتفضل المجلس الانتقالي، فلتتفضل القوى الجنوبية وتدير المدينة، أما أن أقول فلترحل الحكومة، فليغادر هادي، فليغادر بندغر، ثم لا نستطيع حتى توفير شربة مياه للناس، هذا أمر لا يقبله عاقل. هناك اختلالات للحكومة وهناك فساد أيضا في الحكومة، لكن طرد الحكومة وترك المدينة للفوضى، هذا هو قمة الفوضى التي يجب أن تفهم الناس على الأقل
حفاظا على ما سبق من مظاهر حياة في المدينة. البعض يقول أستاذ فتحي بأن الميس الانتقالي ربما نجح في نقطة واحدة فقط وهي إعاقة عمل الحكومة الشرعية ويعني عدم استتباب الأمن في عدن، ما رأيك على بهذا التعليق؟ الحقيقة أنا شخصيا لا أستطيع أن أتهم المجلس الانتقالي بأنه سبب الفوضى أو المتسبب بهذا، لا، المجلس الانتقالي جهة سياسية لها مطالبها السياسية الحقة ولا خلاف على هذا بالمطلق، نحن لا نختلف مع المجلس الانتقالي في مطالبه السياسية، أنا شخصيا من أبرز مؤيدي المجلس كنت ولا زلت، لكن أنا لن أرتهن بقرار السياسي لطرف ما معين، هذه نقطة أولا. أولا، ثانيا المجلس الانتقالي كان يريد أن يكسب مؤيدين كثر أو جدد أو نحافظ على شعبية المشرقة، أن يقدم للناس البديل، أن يقول للناس نعم سنطرد الحكومة لكننا سنتولى مهامها، سنقيم للناس خدماتهم، سنصرف المرتبات، أو سنأتي بالبديل، لكن أن يقال للناس طرح الحكومة تعطل الحياة ثم لا يتم طرح البديل، هنا يتحول العمل السياسي من عمل سياسي مشروع إلى عمل تخريبي مرفوض. نعم. أنا ضد التخريب، ضد تعطيل حياة الناس، لأنه في الأخير لما تتعطل مؤسسات المياه والكهرباء الخدمات العامة لم يتضرر منها لا هادي ولا بن دغر ولا التحالف ولا الزبيدي ولا أي حد، سيتضرر منها المواطن البسيط العادي، لذلك ابعدوا هذا الصراع السياسي عن المواطن العادي، ابعدوا المواطن من الصراع السياسي الذي نعم. للأسف الشديد أضر بشكل كبير بحياة نعم. الناس، الناس في عدن تعاني منذ سنوات وللأسف الشديد جاء الصراع فوق كل مقدرات الناس وأضر بهم بشكل كبير. نعم، طيب أستاذ فتحي ابقى معي، أعود للأستاذ علي الأحمدي من الرياض. أستاذ علي، من وجهة نظرك أنت أيضا كيف تتابع وكيف تعلل هذا الصمت من قبل الجهات الأمنية ممثلة ب يعني مدير الأمن اللواء شلال الشايع، ربما لا نسمع أي تعليق عما يحدث من أحداث أخيرة، تم استهداف يعني وزارة المالية، يعني هناك العديد من الاغتيالات وكأنهم في نوم عميق. فعلا أخي الكريم هذا يعني يدل على شيء، يدل على حقيقة الوضع الأمني في مدينة عدن. نحن طوال سنتين كنا نتحدث عن أن هناك مشكلة في الجانب الأمني في مدينة عدن، في البناء الأمني يعني، لكن كنا نواجه بأن الأمن قد استتب في مدينة عدن، أن العمليات الإرهابية قد توقفت، أن هذا الأمر الذي حصل هو كان يوجد فراغ أمني في مدينة عدن لا بعد انسحاب الأمن المركزي ودحره من مدينة عدن، وجد فراغ أمني كانت تعيث الجماعات الإرهابية فسادا، فجاء بعض القوات الأمنية التابعة سواء للحزام أو لأمن عدن وملأوا نقاط التفتيش وحصل نوع من الهدوء الأمني، لكن الاستقرار الأمني الذي يبنى عليه تنمية حقيقية يحتاج إلى بناء مؤسسات الأمن. للأسف الشديد طوال السنتين الماضية لم يتم بناء المؤسسات الأمنية بالشكل المطلوب، وهذه النتيجة أخي الكريم، ثلاثة أيام أو أربعة أيام عصيبة في مدينة عدن لم نشاهد الجهات الأمنية تخرج ببيان واضح أو توضح للمواطنين ما الذي يجري في مدينة عدن، لم يعلن حالة الطوارئ بالشكل المطلوب، لا زال الناس الإرهابيين يترحون ويمرحون داخل مدينة عدن، لا يوجد ضبط حقيقي. أتكلم عن أجهزة الأمن الحقيقية، نتكلم عن البحث الجنائي، نتكلم عن الاستخبارات، هل تتصور يا أخي منذ عملية التفجير التي طالت محافظ عدن الشهيد جعفر سعد لم ينزل البحث الجنائي إلى مسرح الجريمة، وإلى اليوم يعني مقتل الأئمة آخرهم الشيخ عادل الشهري والشيخ فهد اليونسي ومؤخرا عقيد في البحث الجنائي العقيد محمد في شرطة القاهرة، لم ينزل البحث الجنائي إلى مسرح الجريمة لجمع الدلائل وتقييد القضية. لحد الآن قضايا القتل في مدينة عدن ليست مسجلة. وهذه نعم تفتح يعني علامة استفهام واسعة وتساؤلات عديدة لا نلقى لها إجابة على الأقل هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك
الناطق باسم المجلس مقاومة عدن السابق الأستاذ علي الأحمدي، كنت معنا من الرياض، وعودة أخيرة إلى القاهرة مع الصحفي الأستاذ فتحي بن الأزرق. أستاذ فتحي، أنت أيضا ربما تابعت ولاحظت يعني ما كان يعني يتحدث عن الجهات الأمنية في عدن، سواء القوات الخاصة أو الحزام الأمني أو مكافحة الإرهاب وما شابه ذلك. أين اختفت كل هذه الأجهزة، ولماذا هذا الصمت أمام كل هذه الجرائم التي تطال المدنيين والسياسيين في عدن، وأيضا العمليات الإرهابية التي تستهدف مؤسسات الدولة؟ الحق كريم أن الأجهزة الأمنية لم تستطيع أن تؤدي مهامها في ظل وضع أمني معصود العصيب، يعني وضع أمني سيء جدا. هذه نقطة أولى. يعني الأجهزة الأمنية هذه لا يوجد رابط بينها، كل الأجهزة الأمنية مشتتة، لدينا أكثر من 30,000 جندي، أكثر من 1500 نقطة تفتيش، لكن نقاط التفتيش هذه لا يجمع فيما بينها شيء. كل هذه النقاط الأمنية للأسف الشديد يعني مشتتة، لا تملك حتى غرفة عمليات واحدة. لذلك الحل في عدن أولا بعد التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المتصلة هو أن يكون هناك جهاز أمني حقيقي واحد ومنظم. في حال وجد هذا الجهاز الأمني المنظم، أعتقد وأستطيع أن أقول لك لحظتها أن عدن ربما تذهب إلى حالة من الاستقرار الأمني، أما دون ذلك هذا مستحيل وعبث لا طائل منه. نعم أستاذ فتحي، سؤال أخير فقط. كتبت أكثر من منشور على صفحتك تحذر فيها الناس في عدن من مستقبل قاتم ومظلم سيطال عدن ويطال المدنيين في هذه المحافظة، وأيضا ربما دعوتهم إلى الاتجاه إلى بعض المحافظات الأخرى. الجميع ربما أصيب يعني بالإحباط ويتساءل ما هي المعلومات التي يملكها فتحي حتى يحذر الناس من قادم يعني مظلم ستواجهه عدن؟ الحقيقة أنا كنت في عدن خلال فترة الحرب الأخيرة ولم أغادر هذه المدينة طوال فترة الحرب، لكنني غادرتها قبل أسبوع بعد أن علمت شخصيا أن كل الأطراف لن تتجه عما قريب صوب تسوية سياسية أو أمن التهدئة. كل الأطراف يشد عناصره ومسلحيه وأطرافه، وحينما تكون أنت صحفي وتعلم هذه المعلومات تعلم يقينا أن هذه الأطراف للأسف الشديد تتصارع وستتقاتل وستأتي فوق الناس. وبعد مغادرتي حدث ما حدث والدلائل أمام العامة. للأسف الشديد هذه الأطراف لا تقيم وزنا لا لمواطن لا لمساكين لا لأشخاص عاديين، هي تتصارع لأجل السيطرة على عدن. يمكن له أن يوصل إلى حالة من الركام. أنصح الناس في عدن يكون مع أي طرف من الأطراف، لأنه للحقيقة يعني الأمانة كل هذه الأطراف هي أطراف ملوثة وكاذبة وتساجر بقضية الجنوب وتساجر قضية الشريعة وتساجر بكل شيء، لكن ندعو الله السلامة لكل الناس في عدن ونتمنى لهم العافية وبإذن الله أن من هذه المشكلة وتخرج سالمة وبإذن الله ربنا يحفظ الجميع. رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة، والشكر أيضا للناطق باسم مجلس مقاومة عدن السابق علي الأحمدي. وكنا نتمنى حقيقة أن يكون معنا العقيد في الحزام الأمني ركن توجيه معنوي اللواء العقيد عبد الكريم الكوبي، وكنا قد تواصلنا معه وأبدأ استعداده، لكن ربما لظروف لا نعلمها حاول الاتصال فيه ولم يرد على الهاتف. حفظ الله عدن وأهلها. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.